مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين والمستمعين الكرام، نلتقيكم عبر إعلامكم العسكري بلقاء ملأه المحبة وغايته الفائدة ووسيلته النقاش ونتيجته احترام وجهات النظر. لقاء اليوم يبحث في وسائل الاتصال المقروءة، الصحف، المجلات والكتب، ليختار منها موضوعا نطرحه على طاولة النقاش مع تعليقاتكم، لنعرف أهميته وانعكاساته على الواقع الفعلي وتأثيراته بمختلف المجالات. وطبيعي أننا سنبحث في المواضيع التي تخص الجوانب الأمنية والعسكرية وفروعها وأقسامها، وهذا الاختيار يكون متداولاً في صحيفة أو مجلة أو كتاب. لذلك فإن النقاش سيشكل إضافة وليس نقداً، لأن الغاية هي شرح الموضوع وتعريف أهميته للجميع. فأهلاً وسهلاً بكم، لنبحث معكم أهم المواضيع التي تهم المقاتل في هذه الأعداد ولهذا الأسبوع. موضوع مهم لكل المقاتلين، رئيس أركان الجيش يترأس مؤتمر مديرية الإسكان العسكري. ترأس السيد رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله مؤتمر مديرية الإسكان العسكري بحضور أمناء سر العمليات والميرة لرئاسة أركان الجيش ومدير الإسكان العسكري ومدير هيئة التخطيط لقيادة القوات البرية ومستشار الإسكان لرئاسة أركان الجيش. وتناول المؤتمر استعراض المواقع العسكرية الحالية التابعة لوزارة الدفاع وتهيئة خارطة مفصلة عن ذلك، فيما قدم مدير الإسكان العسكري رؤية واضحة عن مواقع القطعات العسكرية الموزعة في مختلف القواطع والخطط المستقبلية، مستعرضاً أهم المعوقات. خضنا نحن وأنتم غمرة النقاش وطرحنا مواضيع الفائدة والعلاج لتثمر زهور الفرحة واللقاء بأقلام متخصصة بالجد والوفاء وإعلام عسكري واقعي ذي رؤية ونماء. استودعكم الله على أمل اللقاء مجدداً بموضوع جديد آخر، في أمان الله وحفظه.